بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أرحب بكم أيها الصائمون القائمون، الراكعون الساجدون، العابدون الطائعون. أرحب بكم أجمل الترحاب وأكمله في برنامجكم ظلموك يا رمضان، نتحدث فيه عن أخطاء عمت وانتشرت في مجتمعنا اليوم. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نافعا ماتعا يمتد أثره على امتداد أثيره، ويكون همسة تكون تذكرة وتعيها أذن واعية. بالحب فيك تلاقت الأرواح، أترى عليها إذ تبوح جناح. رمضان مذ وعيت أنت بخاطري، فوق البيان وإن زهى فسماح. ماذا أقول وفيك يعجز منطقي، أتراه يسبر غورك الملاح. قد يستبد الجوع بي ويهدني ظمأ، ويخفت في مدايا كفاح. لكن تقوى الله تحفز همتي، ويشد من أزري لديك صلاح. وأراك يا رمضان رحلة مؤمن، ألف الطريق وآنسته بطاح. وأراك حين تجيء توقظ ما غفى، عاما بقلب أثخنته جراح. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم ظلموك يا رمضان، مع ضيفنا وأستاذنا وشيخنا أحمد رباح، مستشار الأسري السوري ومدير مؤسسة أسوة لاستشارات الأسرية وقضايا الشباب. مرحبا بك. حياكم الله أستاذ هشام، ألهجت قلوبنا همة لهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا فيه إن شاء الله من عتقائه من النار، وأن يجعلنا فيه من أوجه من توجه إليه، ومن أقرب من تقرب إليه، ومن أصدق من سأله ورغب إليه، أنا وأنت والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات جميعا إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. شيخنا الفاضل، شعبنا الشعب الجزائري شعب كريم مضياف، وأنت تعلم ذلك. نعم طبعا. يوقر الضيف ويكرمه ويكرمه، ورمضان فرصة للدعوات والولائم، لكن لا تخلو هذه الولائم وهذه الدعوات من المخالفات والأخطاء، ماذا تحدثنا عن ذلك؟ اسمح لي بداية قبل أن أجيب عن سؤالك أن أتوجه بالشكر لأولئك الشباب الذين يقفون على الطريق السيار عند كل محطة. نعم. يستضيفون أولئك الذين يعبرون على هذا الطريق، يرغمونهم على الوقوف. ولعلك قد أخذت معك طعامك، أو جهزت شيئا، أو في بالك يعني ترتيب آخر، هو يرغمك على الوقوف ليكسب أجر إفطار الصائم. فجزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم، وهذا أمر ليس ببعيد عن شعب الجزائر المضياف. والكرم خلق إلهي وخلق نبوي وخلق إسلامي وخلق عربي، جاء الإسلام ليثمنه وليحفظه. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود ضده في قلب المؤمن، فقال الإيمان والشح لا يجتمعان في قلب المسلم. لا يزال الإنسان صاحب الفطرة السليمة ينظر إلى الكرم نظرة الرضا، وهو صفة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم الذي لقب بأبي الضيفان. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ، فرابه أنهم لا يأكلون ضيافته، فقدمه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، لأن الأصل أن يقبلوا منه هذه الضيافة. فالكريم يسر بتقبل الناس لهذا الكرم، ويستغرب ممن يواجه هذا الخلق النبيل بنظرة غير هذه النظرة. حاتم الطائي زارته مرة بعض الضيفان، فما وجد ما يذبح لهم فذبح لهم فرسه. فكانت زوجته ماوية تنكر عليه ذلك، فينشد فيها شعرا ويقول لها بأن المال
يذهب ويروح، أما السمعة والضيف فلا بد أن نقوم بحقه. وكان ابنه عدي على شاكلته، وقال فيه الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ذلك الكرم كان شفيعا لابنته سفانة يوم وقعت أسيرة بيد المسلمين، فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، غاب الوالد وانقطع الوافد، وأنا ابنة حاتم طيء كريم قومه، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلها كرامة لكرم أبيها حاتم، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه. كل هذا الحقيقة شيء جميل جدا، ونحن نرى في رمضان موائد عامرة، وهو فرصة طيبة لدعوة الناس فيما بينهم، لشد عرى الرحم، لبل بلال الصداقة، لدعوة الجيران، لدعوة الأصدقاء، لتمتين العلاقات، هو شيء جيد جدا. ولكن كيف نظلم رمضان ونحن نكرم أهل رمضان؟ هنا الإشكال، أننا لا نتعامل مع هذه اللحظات وهذه الدعوات وهذه المبادرات تعاملا يليق بها. غالبا أستاذ هشام هذه الدعوات تكون مزدانة بأدب وخلق جميل، لكن أحيانا يكون الضيف فيه شيء من الثقل، ويكون صاحب الوليمة فيه شيء من إساءة الأدب، فيحدث التنافر بدل التوادد، ويحدث الانقباض مكان الانشراح، فيكون عندها هذه الدعوة إفطار الصائم تكون مثلبة ومنقصة في حق المدعو وفي حق الداعي في آن معا. من ذلك مثلا أن يأتي إليك ضيف دون سابق إنذار، دون أن يعلمك بأنه قادم، فجأة يطرق بابك قبيل المغرب بعشر دقائق: لم أحضر نفسي هذا الطعام الذي نأكله أنا وأسرتي، لعله لا يصلح للعرض على الضيفان، أو ربما الكمية لا تكفي للضيفان. وهذا الأمر محرج. رجل فارسي كان مشهورا بطيب مرقه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الطعام، فالنبي اقترح عليه صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه، يقصد عائشة، أجلبها معي. قال له الفارسي: لا. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يأخذ زوجته لتذوق هذا المرق الطيب الذي ذاع صيته. فرفض الرجل هذا حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فقال له. ثم ذهب الرجل إلى بيته وعاد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهذه؟ قال: وهذه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته إلى ذلك الفارسي وذاقوا مرقه. فمن الأدب أيضا أن لا أحضر معي ضيفا دون أن أستأذن أصحاب البيت. ربما يدعوني الرجل ويدير في باله يعني نحن 4 أشخاص أو 5 أشخاص أنا وأسرتي، وإذ به يتفاجأ بأني أحضرت معي مثلا أخي وزوجته وأولاده. فريق هو فريق هو لم يجهز نفسه مثلا، أو تكون الزيارة في وقت متأخر من الليل بحجة أننا نسهر في الليل في رمضان، فالناس كلهم يسهرون. لا أخي، هناك ناس ينامون بعد التراويح لا يسهرون ويستيقظون على وجبة السحور. منها أيضا مثلا أن أدخل إلى البيت فلا أراعي حرمة البيت والأدب فيه. مثلا ضيف يدخل إليك فتقول له: تفضل أخي اجلس. يريد أن يجلس هنا. أخي تفضل هنا، أنا أحبك أن تجلس هنا. ربما هذه الأريكة فيها خلل، إذا جلست عليها ستسقط مثلاً. الخلل. ربما جلوسك هنا سيكون مقابل باب مثلا، نعم، تكشف فيه سوءة أهل البيت، فمن دخل إلى بيت فليجلس حيث أمره صاحب البيت. ربما بعض الضيوف مثلا يرى درجا مغلقا فيفتحه، يرى بابا مغلقا فيفتحه، تأتيك مكالمة على الجوال فيرد عليها مثلا ويقول له هو يحضر الشاي مثلا. بعض الضيوف يتصرف تصرفا حقيقة يحرج أهل البيت فيصبح ضيفا ثقيلا. ومن جميل العادات الحقيقة اللي أراها في الجزائر ثابتة هي مسألة أن تذهب إلى الناس وبيدك شيء، لا تذهب فارغا، لازم الهدية وإلا لا تدخل. هذا شيء من تقدير يعني أستاذ أحمد، يعني الوقت لم يبقى منه الكثير، وأنت نعم. كلامك حلو جميل، ربي بارك، يعني يراني في ورطة. حياكم. بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، نعم، ويمنع الفقراء. يعني كيف تجيب على من يدعون، نعم، الأغنياء ويدعون الفقراء؟ صلى الله على في كلمة ختامية النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف الوليمة التي تفتح للعامة، فيدعى إليها الغني ويمنع منها الفقير، يعني إذا جاء الفقير أطرده.
أنا أحيانا أدعو رفاقي يكون لي معهم مشتركات فكرية معينة، يكون لي معهم مشتركات اجتماعية معينة، يكون لي معهم مشتركات مادية أحيانا، هادو شركائي في العمل مثلا. نعم. والجلسة مغلقة سنتحدث فيها عن العمل، فيعني يحرجني أن يدخل إلي الفقير، هذه ليست وليمة عامة، وهذه الحالة يراعى فيها أن يكون المدعوون يعني فيهم مشتركات بينهم وبين الداعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة المفتوحة، مثلا طعام عرس مثلا يدعى إليه كل الناس، ثم يقف حاجب على الباب فيطرد الفقراء. هناك قصة طريفة أختم بها. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه دعي مرة إلى وليمة فجاء بثياب رثة، فيبدو أن الحاجب الذي على الباب لم يعرف أبا هريرة فطرده. رجع سيدنا أبو هريرة ولبس لباسا أنيقا، ثم لما جاء أدخله الحاجب، فلما وضع الطعام جعل سيدنا أبو هريرة أكمامه على الطعام، فصار الناس ينظرون إليه ماذا يفعل. قال: إنما دخلت هذه، أي الجبة، وأدخلت معها، وإنما منعت لوحدي، يعني أنا الجبة التي أدخلتني وليس شخصي. نعم. ثم ترحم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب حبيبي من الدنيا ولم يرى هذا الذي تهانون فيه، لم يراه إكراما. والله سبحانه وتعالى يعني عاب على الرجل الذي يدعو إنسانا إلى وليمة ثم يمن عليه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شكرا لك أستاذ أحمد، نواصل حديثنا حول هذا الموضوع في الحلقة القادمة. تقبلوا مني أزكى سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان هلا وهلت الرحمة والخير حلّ.